أمنيتي بالحياة أنه يكون عندي بيت خرافي أسطوري زي الناس، بس أنا المشكلة ما عندي فلوس حتى أقدر أسوي لي بيت أسطوري زي الناس، فمو مشكلة. شوفوا شنو عندي، عندي بس هذني البلوكات المال الديرت، وأني ما أعرف الصراحة هسه شنو راح أسوي حتى أقدر أسوي لي بيت خرافي ويخبل، فمو مشكلة إن شاء الله اليوم راح أسوي لي بيت من ديرت. ما عندي أي خيار ثاني إني أسوي، يعني ماكو حل ثاني، لازم أي طريقة إنه يكون عندي بيت، لأن إذا ما راح يكون عندي بيت راح أتمرض، لأن تعرفون هسه راح يصير الشتاء وراح تصير الدنيا برد وما عندي مكان أنام فيه. فشنو قررت اني راح اسوي لي اليوم؟ قررت اني راح اسوي لي بيت، والبيت وين راح يكون المكان مالته؟ راح يكون المكان مالته بهذا المكان، لان هذا المكان كلش حلو، لان يمه الدايموند. شوفوا يا شباب، يمه قصر الدايموند او قلعه الدايموند، ويمه هذا البيت مال الكلب الدايموند. شوفوا، يعني تخيلوا هنا اكو بيت مال كلب، هذه بيت مال الكلب او القفص مال الكلب من الدايموند. همينا هنا هذه اعتقد هاي حاويه، اي هاي حاويه همينا من دايموند، يعني هاي المنطقه كلها بيوت وشغلات رهيبه من دايموند. فانا شنو راح اسوي اليوم؟ راح ابني بيتي هنا اي حتى والله ما اعرف اوكي مو مشكله، خلي ابني بيتي. طبعا بيتي مال فقراء، وما اعرف شنو راح اسوي يعني. طبعا البيت مال الفقراء مالتي كلش بسيط راح يكون، وهذا هو مربع، راح يكون مربع بهذا الشكل او مستطيل، ما اعرف شلون الشكل راح يكون بالضبط، بس مو مشكله يعني الحمد لله وشكر على كل حال. اوكي طبعا احنا هسه سوينا الاساس او شو اسمه الحد مال البيت مالتني. هسه خلني نعلي شوي اساس او نرفع شوي، لان يعني الصراحه اريد بيت يكون متكامل وخرافي واسطوري، وما في احسن من عنده. يا اخي ليش كذا حياتي اني؟ كلش فقير، ما عندي فلوس، والله ما اعرف شو اسوي يعني. تخيلوا يا شباب بنات، اذا يخلص هذا الديرت اللي عندي اتورط ويصير ما عندي اشي. تخيلوا اذا كل شيء اخلصه، والله ما اعرف شنو راح اسوي يعني. اوكي مو مشكله، خلي اكمل ابني بهذا الشكل. هاي خلي نفلشها. اوكي هسه سوينا ثلاث بلوكات لفوق. اوكي خلي هاي خلي نفلشها. اوكي هاي بلوك، هاي اثنين، هاي ثلاثه. خلي نصعد بعد بلوكيتين. اوكي من نصعد بعد بلوكيتين الشكل راح يكتمل عندنا، وراح يصير عندنا بيت يخبل خرافي يا شباب بنات. اوكي خلي نكمل نبني بهذا الشكل، 1 2 1 2 1 2. اوكي خلصنا بلوكات ماكو مشكله. اوكي شوفوا السرعه شباب، شوفوا والله اني كلش سريع شباب، والله اني اشتغل عامل بناء. اي تخيلوا شباب، اني اشتغل عامل بناء وراتبي كل يوم حبه دايموند، فشنو رحت سويت بيهن؟ طبعا اني اشتغلت شهر كامل عامل بناء، حصلت لي 30 حبه دايموند. شنو اشتريت بيهم 30 حبه دايموند؟ رحت اشتريت لي بيهن هذني استاكات من الديرت، هذني هو استاكات من الديرت، يعني 30 شو اسمه 30 ستاك دايموند او 30 دايموند، اي 30 دايموند راحن بالديرت. اوكي يعني انا الصراحه ودي اسوي لي بيت، والمشكله البيت اريده يكون فخم، ما اريده يكون بيت طبيعي عادي مو حلو. انا اريد على الاقل من يكون بيت من ديرت على الاقل يكون اسطوري وخرافي، ما اريده يكون بيت مال فقراء بسيط زي هذا. اعتقد واحد هنا جاري عنده بيت من ديرت، والله ما اعرف مو مشكله، خلي نكمل نبني بهذا الشكل. طبعا هسه اعتقد عندنا بيت كلش كبير وما في احسن من عده. اوكي مو مشكله، خلي نكمل نبني بهذا الشكل. اوكي خلي نكمل ما باقي شيء تقريبا. هسه شوفوا البيت راح يصير كلش كبير يا شباب وبنات. اوكي مو مشكله، هسه خلصنا هواي استاكات من ديرت يا شباب بنات. اوكي خلينا نصعد بعد، هاي اخر بلوكتين نصعدهن ورا هذني، خلاص بعد ما نصعد نهائيا والى الابد، ما نصعد بعد اي بلوك اللي فوق، يعني هسه كلش كافي اعتقد، هذا راح يكون كلش كافي النا. اوكي مو مشكله، خلي نكمل ابني 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 ابني. اوكي خلصنا بلوكات، خلي نجيب ستاك وياني. اوكي نكمل نبني بهذا الشكل. اوكي كلش حلو، ما باقي شيء وراح نخلص، خلصنا تقريبا ما باقي شيء، خلي بس نكمل هاي الصفحه. هسه كلش حلو، خلصنا البيت الخرافي الاسطوري اللي خبل مالتنا. هسه شنو راح نسوي؟ راح نسوي شلون السقف. اوكي مثل ما دا تشوفون هذا اريد يكون، لا طحت يا بي، شلون ورطها شباب؟ طحنا شباب. اوكي ماكو مشكله، خلي نكمل نبني بهذا الشكل. السقف مالتنا اريده يكون يخبل اسطوري خرافي وبيفيكه او حركه، راح تكون كلش خرافيه وان شاء الله راح تعجبكم. اوكي بس انا هسه شو اسوي يا اخي؟ كلش فقير، ما عندي فلوس حتى اسوي لي بيت من دايموند، واني نفسي بيت من دايموند، واني الصراحه ما اعرف شنو راح اسوي، والله ما اعرف. اوكي الحمد لله والشكر على كل حال.
اوكي خلي اكمل ابني هاي، بس خلي نشيلها واكمل ابني البيت مالتي الاسطوري الخرافي اللي ما في احسن من عده. اوكي نكمل نبني بهذا الشكل، خلي نفلش هاي اول مره دقيقه، وهذا كل نسويه كذا كذا. والله بيت الصراحه راح يصير كلش كلش فخم لان كلش كبير، يعني تخيلون شباب هذا البيت اللي من الديرت لا عبالكم بيت صغير، لا كلش كبير. وان شاء الله ان شاء الله راح يطلع بالنهايه كلش فخم، حتى اقدر انام فيه على راحتي، ما يكون ضيق وما يكون صغير كلش، يعني تعرفون هاي شغله كلش زين. اوكي مو مشكله، هسه تقريبا خلصنا، ما باقي شيء، باقي تقريبا طبقتين ما ادري ثلاثه. اوكي ماكو مشكله. اوكي دقيقه خلينا نشيل هاي، نشيل هاي همينه، خلينا نشيلها. اوكي نجيب هاي، نوصل من هنا، وهاي اخر طبقه تقريبا او قبل اخر طبقه، اي قبل اخر طبقه، خلينا نسوي بهذا الشكل، وهاي راح تكون عندنا اخر طبقه. يا شباب وبنات هسه خلص البيت مالتنا، هسه شنو راح اسوي؟ راح انزل من هنا، هاي بواحده، هاي اثنين، هاي ثلاثة، وهاي أربعة، وهاي خمسة، وهاي ستة، وهاي سبعة، وهاي ثمانية، وهاي تسعة، وهاي عشرة، نزلنا للأرض كلش كلش تمام، كلش حلو. طيب الباب أريده يكون نم 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 هنا، إيه هذا مكان الباب مالتنا الأسطوري الخرافي، إن شاء الله هسه راح أسوي لي باب. وشباب بنات شلون ورطة، هاي الدنيا ظلمة. أوكي ماكو مشكلة، راح أسوي لي شبابيك. أوكي هذا الشباك الأول راح يكون هنا بهذا الشكل. أوكي الشباك الثاني، ثواني خلينا نكمله. الشباك الثاني راح يكون هنا بهذا الاتجاه، تمام. واحد اثنين، هذا ثلاثة، وهذا أربعة، نبتعد. واحد اثنين، واحد اثنين. أوكي هذا راح يكون الشباك رقم ثلاثة، كلش كلش حلو، هذا الشباك رقم ثلاثة. ومن هنا ومن هنا يا شباب راح يكون نفس الشغلة أو نفس الحركة اللي سويناها قبل شوية، راح تكون متكررة أو نعيد نفس الكرة من هنا بهذا الاتجاه حتى يكون الشكل متناسق وخرافي، ما في احسن من عده، كلش كلش حلو. همينا نفس الشيء، نسوي نفس الشيء. اوكي خلينا نسوي لنا شباك كلش حلو، وشباك همينا من هنا. اوكي هنا اعتقد كلش كافي هسه. اوكي بعد ما نسوي شباك ثاني، 1 2 3 1 2. اوكي 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 من هنا راح يكون الشباك اللي بعده، كلش كلش حلو. خلص تقريبا البيت مالتنا، يجوز بالمستقبل اسوي لي شبابيك هناك، بس لحد هسه ما نسوي شبابيك. اوكي فهسه شنو راح اسوي يا شباب بنات؟ كلش مريضاني وكلش بردان، فشنو راح اسوي لي؟ لازم اسوي لي دروع، ولازم اسوي لي شبابيك حتى البرد ما يدخل للبيت، لان الصراحه اني من يدخل علي البرد اتمرض، يعني تعرفون شغلي كلش زين، من يجي البرد وما اعرف شنو راح اتمرض، فلازم يكون عندي دروع، لازم اسوي لي دروع باي طريقه. فاني هسه جمعت لي كم خشبايه كلش حلو. اوكي جمعت لي اربع حبات خشب، اعتقد ما نحتاج بعد اكثر من كذا. خلي ارجع لبيتي واسوي لي باب، ولازم اشوف لي اي طريقه اني اقدر احصل لي بيها قزاز. اي لازم قزاز. من وين راح اجيب قزاز؟ ما اعرف. اوكي ماكو مشكله، هسه بس خلينا ندخل اول مره اللي جوا، نحلل الخشبيات، نسوي لنا كرافتنج تيبل. بعد ما نسوي كرافتنج تيبل نجيب لك كرافتنج تيبل، نحط لك كرافتنج تيبل هنا، وبعدين نسوي لنا باب اول مره. اوكي اول مره راح يكون عندنا باب. اوكي الباب راح يكون من هنا، باب هنا وباب هنا، كلش حلو، ينفتح وينغلق. اوكي كلش تمام. شنو بعد؟ اي لازم نسوي لنا سرير، سرير 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 شباب بنات، والله ما اعرف من وين راح اجيب سرير اني. اوكي خلي اجمع كل هذني الحبات الديرت، لان الصراحه هذني من اروح للسوق وابيحن، ان شاء الله ان شاء الله يجيبوا لي هواي فلوس، يرجعوا لي 30 دايموند اللي صرفتهن على مود هذني الديرتايات اللي جبتهن. اوكي ماكو مشكله، هسه شنو راح اسوي لي؟ راح اسوي لي شغله كلش كلش مهمه اللي هي الدروع. اوكي مو مشكله، بما ان عندنا خشب ليش ما نسوي لنا خوذه من خشب؟ دقيقة خلينا نجربها. خوذة من خشب شباب بنات. اوكي بما ان الخشب خلص عندنا خلينا نكمل الباقي من ديرت، ما عندنا خيار ثاني. اوكي خلصنا سوينا الباقي من الديرت. ريحة خايسة، والله الريحة خايسة شباب بنات، والله ما اعرف شنو راح اسوي يعني هسه. اوكي خلي اروح اتجول، اروح من هنا من هناك، اشوف لي فد واحد هيك يساعدني شي، لان الصراحة اني هسه محتاج قزاز. اي هذا قزاز، بس هذا من افلشه ما راح يجي وياي. والله ما اعرف شنو راح اسوي شباب بنات. اوكي انا هدفي هسه انه اغير الملابس مالتي باي طريقه، لازم اغير الملابس مالتي، ما اريد ابقى زي كذا، لان اذا ابقى كذا ما يمشي الحال، وانا الصراحه ما اريد يكون عندي ملابس من ديرت، لانه الصراحه كلكم تعرفون انه الملابس اللي من الديرت او شو اسمهن الدروع اللي من الديرت تبين انه انت شخص فقير، وانا الصراحه ما اريد الناس يقولون علي اني فقير وما عندي فلوس، لا بالعكس اني اريد الناس يقولون عني انه هذا شخص متواضع وما فقير. فشنو راح اسوي؟ جت لي فكره تخبل انه اني راح اسوي
راح اسوي لي دروع، بس مو اي دروع من الديرت، راح اسوي لي دروع من خشب. هسه جمعت لي 7 حبات خشب كلش كلش حلو، بس هسه صارت الدنيا لي. او ماي جاد شباب بنات، لازم احصل لي سرير باي طريقه. اوكي ماكو مشكله، دقيقه خليني نفتح هذا. اوه اكو سرير، خلي يخمطه، خلي ياخذ السرير. اوكي افلت 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 افلت، خلي يرجع لبيتي. بس اساني ما عندي جزمه، ما عندي والله نسيت، ما عندي ايش اسمه شبابيك. اوكي ماكو مشكله ماكو مشكله، اوكي اهم شيء حصلنا سرير. اوكي خلي نسد هذه، لانه الصراحه كلش برد، خلي اسده، راح اسد كل هذا. اوكي بس هذني خلي نسدهن لان كلش برد ثاني. هسه خلي اروح انا وان شاء الله غدا الصبح اقعد اروح ادور لي على شغل حتى اسوي لي بيت ثاني غير هذا البيت. اوكي ماكو مشكله، هسه خلي اروح انا احسن لي. يلا تصبحون على خير. صار الصبح واخيرا اجى الصبح. طبعا ان شاء الله اليوم راح اسوي لي دروع ثانيه، بدل هذا الدروع اللي من الديرت راح اسوي لي دروع، بس مو من الديرت، راح تكون دروع من نوعيه ثانيه. هسه حصلت لي 28 حبه خشب يا شباب وبنات. اوكي شنو راح اسوي لي؟ راح اسوي لي فانيلا او تشست بليت، اسوي لي بنطلون وبوت، ويصير عندنا فول ارمر خشب. نون نون نون. لا بس الخوذه الشكل ما متناسق طلع. اوكي خليني اشور الخوذه هاي، يعني شوفوا يا شباب بنات هاي الخوذة، لا خوذة 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 خوذة. اوكي دقيقة خلينا نسوي مقارنة، شفتونا هاي الخوذة، هاي خوذة خشبية غامقة وهاي فاتحة، فهمتوا السالفة شلون؟ فهذني كلن خلينا نشمره، هاي نشمره وهاي نشمره وهاي نشمره وهاي نشمره، هاي ناخذها عندنا. هسه صرنا كلش كلش حلوين، وصار عندنا دروع من خشب يا شباب وبنات، كلش كلش حلو. اوكي بس انا هسه هذني جيراني وينهن؟ والله ما اعرف وين راحوا هذني جيراني. اي سلام عليكم جاري. عجيب هاي شنو؟ دايموند دايموند. او ماي جاد شباب بنات هاي شنو؟ ويل 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 دايموند. ويل يا ويلي. اوكي اوكي والله فتشي خرافي شباب بنات. او ماي جاد طبعا هذا بيت مهجور شباب بنات، يعني صار ما حد يعيش بيه. فاني هسه لي صلاحيه انه اخذ الفلوس اللي عنده، فشنو راح اسوي انا هسه؟ هل تفكرون في ما افكر؟ اي 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 هل تفكرون في ما افكر؟ والله فكره خرافيه يا شباب وبنات، راح اسوي لي بيت، بس مو اي بيت عادي، راح اسوي لي بيت ثاني، بس مو مو مو, مو من دير، لا هاي المره راح يكون من دايموند. ايه اوكي 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 كلش متحمس انا، والله كلش متحمس الحمد لله وشكرا على كل حال. اوكي مو مشكله خلي اكمل ابني بهذا الشكل. اوكي وصلنا لهناني، والله الصراحه راح يكون هسه عندي بيت من دايموند خرافي خبل، ما في احسن من عنده. بس هاي تعتبر سرقه او مو سرقه؟ لا مو سرقه، لان هذا البيت مهجور وصار ملك ملك لاي احد، ما عنده شو اسمه هذا البيت، مو يعني والله ما اعرف منو هذا البيت، صار والله ما اعرف مال مين هذا البيت، صار لاي احد، والله ما اعرف. اوكي مشكله هذني الفلوس صارن الي. اوكي مو مشكله هسه خلي نكمل نبني بهذا الشكل، خلي نبني. او ماي جاد شباب بنات، واو 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 واو، يعني تخيلوا. بس انا هسه كلش خايف تجي لي الشرطه، يا رب يا رب نقول ما تجي لي الشرطه، انا الصراحه كلش خايف، واذا تجي الشرطه اتورط وانسجن. تخيلون شباب وتجي لي تهمه بسرقه جد هواي استاكات بلوكات دايموند، تقريبا فوق ال 20 استاك بلوكات دايموند. تخيلوا يا شباب بنات سرقتين كلهن او اخذتين، والله الصراحه لو كنت اعرف هذا البيت بي احد كنت ما سرقته، بس هذا البيت فاضي، ماكو ولا احد بي، ماكو ولا شخص بي. هذا البيت صاحبه اعتقد ميت او راح لغير بلده، ما راح يرجع نهائيا. فهذني الفلوس صارن الي الحمد لله وشكرا على كل حال. اوكي ماكو مشكله هسه خلي نكمل نبني البيت مالتنا الاسطوري اللي خبه. اوكي خلي نكمل نبني ما باقي شيء. واو 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 شوف الدايموند شوف الدايموند، واو يا شباب بيت من دايموند. اويلي الله يا ويلي اويلي اويلي شباب، والله كلش فرحان انا، والله كلش فرحان. انتم همنا شباب اذا فرحانين مثلي، اريدكم هسه
شباب بنات تضغطون لايك وتشتركون بالقناة وتفعلون جرس الإشعارات حتى تثبتون إنه أنتم فرحانين. بس إذا أنتم زعلانين هم أنا ضغطوا لايك وتشتركوا بالقناة أوكي. بس منو مو فرحان؟ منو ما يحب ماينكرافت؟ نحنا كلنا نحب ماينكرافت. إيه بالعكس ماينكرافت أحسن لعبة. واللي يحب ماينكرافت شباب لايك وتشترك وتفعيل جرس التنبيهات. هاي الشغلة نعرف أقول ده ودا ما لازم أقول لكم عليها. حتى تضغطون لايك وتشتركون بالقناة وتفعلون جرس التنبيهات. بس اللي ما راح يضغط لايك واللي ما راح يشترك بالقناة اللي ما راح يفعل جرس التنبيهات ترى أزعل عليه وأصير ما عاد أنشر فيديوهات. شباب ترضونا إنه أنا أصير ما عاد أنشر فيديوهات؟ لا ما تقبلون أكيد ما تقبلون. فلازم كلكم تضغطون لايك وتشتركون بالقناة وتفعلوا جرس الإشعارات. هذا هو النظام حتى أصير كل يوم أنشر لكم فيديو. أوكي ماكو مشكلة. هسه طبعا هاي آخر طبقة وخلاص راح يكون عندنا بيت متساوي هو وهذا البيت اللي من الديرت. خلاص أصلا هذا البيت اللي من الديرت راح أبيعه. والله ما أعرف إيش قد راح أبيعه. يمكن أبيعه بستاك إمرالد. أنا صراحة البيت اللي من الديرت ما يسوى شيء بالنسبة إلي. هسه صار بيت من الدايموند وصار يسوى هو شغلات. فيعني فشي خرافي ويعني شغله كلش رهيبه. اوكي كلش حلو. هسه شنو راح اسوي؟ راح اسوي لي شو اسمه هاي شكل او الزينه. بس هاي راح اسويها زينه غير او شكل غير. راح يكون الشكل بهاي الطريقه. شوف راح يكون غير شكل او غير ديزاين او غير شكل. يعني تعرفون هاي الشغله كل زين. اوكي هسه خلصنا من هاي الجهه نكمل من هاي الجهه الثانيه. شوفوا بعدين قولوا لي رايكم بالبيت مالتي الخرافي الاسطوري اللي ما في احسن من عنده اللي ما في مثله. اوكي كلش حلو. خلي هسه نكمل من هنا. ابني اوكي مو مشكله. تقريبا راح نخلص ما باقي شيء. بس هذا البيت هم زين ما توقعنا. والله كنت انا قلت رحت فيها. اوكي بس هذا البيت ما راح يكون زي اي بيت عادي. راح يكون بيت خرافي خبل اسطوري ما في احسن من عده ورهيب كلش هواي. اوكي ماكو مشكله خلي نكمل بهذا الاتجاه. اوكي 1 2 3 1 2 3 1 2 3. لا اي جبنا فيها العيد هاي زايده. اوكي ماكو مشكله بعدين نعدلها ان شاء الله. نجي من هنا ونسوي نفس الحركه او نفس العمليه او نفس الاستراتيجيه او نفس الشغل. اوكي همينا بهذا الشكل وبعدين شنو بهذا الشكل. كلش حلو. هسه بس خلي نكمل. ها ايش رايكم بالشكل؟ والله ان شاء الله راح يعجبكم بالنهايه وراح يطلع الشكل خرافي ويخبل يا شباب وبنات. اوكي خلصوا لا تقولوا لي خلصوا بالكاد دايموند. لا ما خلصوا بعد. اكو هواي الحمد لله وشكر على كل حال. بعد اكو هواي بلوكات ستاكات دايموند. فما راح ما خسرانين شيء يعني ما راح نخسر شيء بالنهايه. فاتمنى انه هذا البيت الخرافي الاسطوري راح يعجبكم. اوكي مو مشكله خلي نكمل بهذا الاتجاه. هاي جبنا فيها العيد المفروض مكانها ممنانه. اوكي هسه خلي نسد هذا بهذا الشكل نسده كله. اوكي واي دايموند ما ياثر روح دايموند ابني ليتس جو. اوكي والله الصراحه اني شكل بدا يعجبني. لا طحت كمان مين شباب طحنا. اوكي مو مشكله لازم ارجع اجيب لي بيكاكس. لازم محتاجين كل شيء هواي بيكاكس حتى اروح اقدر اعدل لي البيت. اوكي خلي نفتح هاي خلي ابوق لي الشمع اللي عنده كله ابوقه كله. اوكي ابوق كل الشمع اللي موجود هنا ابوقه لان الصراحه محتاجين شمع. وابوق شو اسمه هذه وابوق شو اسمه البيكاكس. هاي البيكاكس بقناها. خلي اخذ لي ستاك ديرت وياي حتى اقدر ابني وارجع اصعد لفوق حتى افلش لي هذني الزايدات او هذني الشغلات اللي جبنا فيهن العيد احنا. اوكي مو مشكله كلش حلو. خلينا نصعد هسه من هذا الاتجاه. يعني اصلا حتى اذا نصعد من الديرت بالديرت بعدين نقدر نفلش الديرت. مو مثل الدايموند يعني صعب نقدر نفلش الدايموند. اوكي مو مشكله هاي خلينا نفلشها نسوي التصليحات مالتنا او التعديلات او الشغلات. اوكي مو مشكله خلي نكمل نعدل البيت بهذا الشكل. تمام هسه كلش حلو. هسه خلي نشوف لنا فد شغله جبنا فيها العيد. هاي مثلا جبنا فيها العيد نفلشها. شنو بعد جبنا العيد؟ نم اوكي اعتقد كلش تمام. هاي الصفحه لازم اشيلها شباب بنات شو تقولون؟ لا والله لا ما اشيلها. راح اشيل بس هاي الصفحه. اوكي لان الصراحه اريد الشكل يطلع خرافي بالنهايه ما اريد الشكل يطلع خايس. واني الصراحه اريد يكون بيتي يخبل اسطوري ما في احسن من عنده. بس اني هسه راح اطول كلش هواي بس مو مشكله ان شاء الله راح نخلصه. اي كلش حلو الشكل صاير احسن. اوكي طبعا المدخل مالتنا او المدخل مال البيت راح يكون من وين من وين من وين من هنا. اوكي من هنا راح يكون المدخل مال البيت. اوكي راح افلش لي اول بلوكه ثاني بلوكه ثالث بلوكه
وهاي رابع بلوكه يا شباب وبنات. خلينا نصعد فوق بعد هذا كله لازم نفلش. اي عباركم ما لازم نفلش، لازم نفلش اكيد. شنو نم 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 نم. اوكي هذا كله خلينا نفلشه وهاي نفلشها. اوكي خلينا نصعد دقيقه حتى الشكل يكون متكامل بالنهايه، لان الصراحه انا يكون لازم بيتي يكون متناسق وشكل مالته خرافي، لان انا خلاص هسه صاير كلش غني وعندي بيت من دايموند اسطوري خبل ما في احسن من عنده. اوكي صاير البيت تمام. او ماي جاد شباب، يعني باقي بعد شوي تعديلات من انا شبابيك مناك، يعني ايزي شغله ايزي. اوكي خلي نكمل بهذا الشكل. اوكي هسه البيت صاير كله شمع تمام. هسه شنو راح اسوي لي؟ راح اروح انام. والله كلش تعبان شباب بنات، اريد انام لكن مو مشكله. هسه شنو راح اسوي لي؟ راح اقفل لي الباب بالدايموند. اي راح اقفله بالدايموند حتى ما حد يجي لي. شنو بعد اسوي؟ افلش لي هاي البلوكه وهاي البلوكه واحط لي دايموند ماك هنا. وشنو بعد احط لي بلوكتين خشب وراح انام على الخشب. يلا تصبحون على مليون تريليون بزليون خير. يلا تصبحون على خير. طبعا شباب هذا الفيديو نشرته تقريبا قبل شهر او اقل من شهر، اي لان الصراحة صارت به مشاكل هذا الفيديو، فاني نشرته مرة ثانية حتى يعني هو باختصار هذا الفيديو انحذف من اليوتيوب. اوكي فاني شنو سويت؟ حذفت يعني شنو حذفته، رجعت نشرته مرة ثانية اوكي حتى يبقى عندي بالقناة تمام. ولا تنسون قبل ان ننهي هذا الفيديو، لا تنسون تنزلون جوا بالوصف راح تلاقون رابط الانستغرام مالتي، لا تنسون تضغطون على الرابط وتسووا لي متابعة او فولو الانستغرام، لان اني نشرت صورتي الحقيقيه. تخيلوا شباب بنات نشرت صورتي الحقيقيه بالانستغرام، فاللي يريد يشوف صورتي خلي يسوي لي متابعه او فولو بالانستغرام وبس. شباب لا اطول عليكم الخاتمه، مع السلامه.